أول شركة سيارات توفر الأكورد 2024. تعالوا معي خلونا نعرف أبرز مواصفاتها. بالنسبة للمحرك ما تغير، 4 سلندر 1500 سي سي، تيربو يولد لك 194 حصان وناقل حركة سي في تي، الإضاءات الأمامية فول إل إي دي، وعندنا الرادار الأمامي وتحديد المسار جنود 17، إشارات على المرايا، الدخول الذكي والتشغيل عن بعد، ومعدل الاستهلاك يجي بتقييم ممتاز 17.5 كيلو لللتر الواحد. وهذا هو شكل السيارة من الخلف، عندنا 4 حساسات خلفية، إضاءات LED خلفية وكاميرا خلفية، الزجاج كهربائي والمقاعد قماش بتحكم يدوي. هذا هو شكل مقود السيارة، عندنا هنا التحكم بالقيادة شبه ذاتية مع مثبت السرعة، عداد الرحلات يجي شاشة ديجيتال، وعندنا هنا التحكم بالأوامر الصوتية ومستوى الصوت، عندنا شاشة وسطية تدعم الكاربلاي والأندرويد أوتو، هنا لوحة التكييف، مناف الطاقة. هذا هو شكل ناقل الحركة، جنط كهربائي وخاصية الأوتو هولد. بالنسبة للسيارة في الصف الثاني، هذا هو شكل المقاعد الخلفية، عندنا فتحات تكييف خلفية مع مناف الطاقة.